جهة الدخل وادي الدهب تعبئة متواصلة من أجل ضمان احترام التدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا. السلطات المحلية وبشراكة مع المجتمع المدني تفعل في الميدان مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب، خطاب أكد على أهمية تحلي الجميع بالمواطنة والمسؤولية لتلافي العودة إلى الحجر الصحي بشكل أشد من السابق. سمعنا الخطاب ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله، اذا خاصنا ضروري نحميو راسنا لانه هذا المرض راه كاين، وكوفيد 19 راه كاين ماشي ما كاينش، وبنادم كاين اللي واعي به وكاين اللي ما واعيش. حنا اليوم جينا هنا باش نوعيو الناس اللي ما عارفينش. ملتزمين بالكمامه وكنشكروا سيدنا الله ينصرو اللي داير لنا هذه المبادره وحامينا. وهذا الخطاب جا كيحسنا باش اننا غادي نعرفوا شنو نديروا باش ما تتم الاصابات بزاف، ولينا كنشوفوا في الايام الاخيره لان الاصابات ولات ياسره وما هي شويه، يعني كل ما كانت الاصابه اكثر كما كيكون الوفيات اكثر، وكيكون الاقتصاد ديال البلاد ومجموعه من الاشياء كتاثر على التاثير السلبي. من الأهداف الكبرى لهذه التعبئة الجماعية التحذير من التراخي وعدم احترام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات المحلية والصحية لاحتواء تفشي الفيروس. كل الفضاءات العمومية معنية بضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي من قبل احترام مسافة الأمان. احنا اليوم تتميلا للخطاب الملكي السامي وفي إطار هذه الجائحة كنقولوا للناس يعني التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار. استعملوا الكمامة وضروري من تعقيم اليدين، ونحاولوا أننا ما نبقاوش نخرجوا بزاف، وضروري من التباعد. دايز وأنا نتلقى مع الناس الله يجازيهم بخير، عطاوني الكمامة وكنقول للناس الله يجازيهم بخير يلبسوا الكمامات ومسافة الأمان، راه هذا المرض باقي كاين. في مدينة الداخلة كما في باقي مناطق جهة الداخلة وادي الدهب ومختلف جهات ومدن المملكة، المجتمع المدني يساهم في الانخراط الجاد والمسؤول والميداني من أجل التغلب على هذه الأزمة الصحية الخطيرة.